إذا أبدأ معك دكتور فلاديمير، ماذا يدل إعلان روسيا على اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع إيران؟ طبعا مساءكم وشكرا لكم على استضافتي في هذا البرنامج. دعوني أقول أن هذه الاتفاقية والتي تسمى باتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة تعني أن العلاقات بين روسيا وإيران على أعلى مستوى لها، وهو مستوى لم يكن مسبوقا بين البلدين، وذلك لبلوغ أهداف كل من روسيا وإيران والتي تم تبنيها في هذه الاتفاقية، كون إيران تثق بروسيا وروسيا تثق بإيران، والرغبة في التعامل في كافة المجالات التي تثير اهتمام الجانبين. وهذه الاتفاقية هي تتويج لسنوات طويلة من العمل المشترك بين البلدين، وأنه آن الأوان لتوقيع هذه الاتفاقية التي حسب إعلان الجانب الإيراني سوف توقع في شهر أكتوبر من هذا العام في خلال لقاء مجموعة بريكس. نعم دكتور فلاديمير. دكتور محمد، سياق أيضا التقارب الإيراني الروسي، إلى أي مدى الجو الدولي العام، الخصوم المشتركين وصل إلى أعلى مستوى أيضا ليجعل هذا التقارب الإيراني الروسي رغم وجود بعض الخلافات على بعض الملفات الإقليمية مثلا كسوريا وغيره، كذلك مصالح أخرى؟ أهلا وسهلا بك وأهلا بضيفك الكريم. سؤال مهم، وأنا أتفق معك في أنه ربما الضغوط التي تتعرض إليها روسيا وإيران ربما هي متغير مهم كان له دور في دفع الدولتين نحو إبرام اتفاقية الشراكة الاستراتيجية. كانت هناك اتفاقية منذ عام 2001 تم تجديدها، ثم الآن تتفق الدولتان على أن تكون مدة الاتفاقية 20 عام تشمل مجالات مختلفة. ربما جزء من هذا التطوير للتعاون الثنائي بين روسيا وإيران يعود إلى خلافات الدولتين مع الدول الغربية. روسيا ما زالت طبعا تدير عملياتها العسكرية في أوكرانيا وتتعرض لعقوبات من جانب الدول الغربية. إيران نفس الأمر بالنسبة للبرنامج النووي وتتعرض لعقوبات من جانب الدول الغربية، أخرها عقوبات كانت من الدول الأوروبية نتيجة دعمها لروسيا في حرب أوكرانيا، ونتيجة طبعا دعمها للميليشيات الموجودة في بعض دول المنطقة بسبب طبعا الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة. هذه الضغوط والعقوبات المفروضة على الدولتين من جانب الدول الغربية أولا دفعتهم إلى استبعاد التعامل بالدولار في التعاملات الثنائية والعمل على رفع مستوى التبادل لأكثر من 5 مليار دولار في الفترة القادمة، وتوسيع نطاق التعاون على مستويات ومجالات مختلفة الاقتصادية والعسكرية والنووية والتكنولوجية خلال المرحلة القادمة وعبر الاتفاقية الشراكة الاستراتيجية الجديدة. نعم دكتور فلاديمير، ونحن نتحدث عن هذا التقارب أيضا ونتحدث عن الخصوم المشتركين سواء الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة، إلى أي مدى أيضا تعتقد بأن هذا التقارب سيثير غضب الغرب وأنه سيضع نوعا ما عرقلات أمام أي تقارب سواء روسي إيراني أو روسي صيني كما تابعنا في يعني الفترات السابقة؟ مجدداً أحيي ضيفكم الدكتور محمد ناجي. أود أن أقول أن التقارب بين طهران وموسكو يثير امتعاض بلدان الغرب لأنهم لا يرغبون بهذا التقارب، بل سيقدمون على تصعيد وتشديد العقوبات على روسيا وإيران، وهناك نحو
نحو 14 او 15 حزمة من العقوبات قد اتخذت على روسيا. طبعا هذا التقارب بين الجمهورية إيران الإسلامية وروسيا، وهذه الاتفاقية التي تناولها بالتفصيل زميلنا من القاهرة، هي اتفاقية بديلة للاتفاقية التي وقعت في عام 2001 وسوف تغطي المرحلة القادمة لغاية 20 عاما. طبعا هناك بعض التصرفات التي أو العوامل التي تفرض نفسها، مثل انتخاب الرئيس الجديد لإيران الذي يدعو لفتح قنوات اتصال ومصالحة مع الغرب، وكذلك مع الأخذ بعين الاعتبار النزاع الروسي الأوكراني. كل هذه العوامل قد تجعل من الغرب يسير باتجاه عدم العودة لاستئناف اتفاقية الملف النووي مع إيران، وذلك تحت ذريعة أن إيران تقوم بتقديم الدعم العسكري لروسيا في حربها ضد أوكرانيا، وما يقال بأن إيران تشارك في قصف وكذلك العمليات العسكرية بتوريد المسيرات الانتحارية الإيرانية، وهذا الأمر غير موثق وليس لا يوجد هناك ما يؤكده. العلاقات بين روسيا وإيران وإدراكهم لكل المتاعب التي قد تصدر من جهة الغرب هم يتفهمون ذلك، لكن بالنسبة للصين فالصين أعتقد أنها تراقب عن كثب كيف تتطور العلاقات بين إيران وروسيا، وخاصة أن الصين هي شريك استراتيجي بالنسبة لروسيا، وهنا أعتقد هناك نوع من التنافس بين الصين وإيران على علاقة وتعاون وثيق مع روسيا. وأعتقد أن الدول الغربية وعلى رأسها الدول الغربية والولايات المتحدة سوف تبحث عن طرق مع روسيا في الحرب على أوكرانيا من خلال يعني تزويدها لها بالدرونز. هنا نتحدث عن أي أو إلى أي مدى ممكن أن يصل التعاون إلى تحالف وإلى تنسيق أمني عسكري على غرار ما تقوم به الولايات المتحدة مع دول الاتحاد ومع دول يعني الأوروبية ضمن الناتو، لكن لا يصل إلى شكل ناتو، لكن تحالف نوعا ما واتفاقيات في مجال أمني على مستوى عالي نوعا ما بين الجانبين. يعني من الصعب أعتقد أنه يصل إلى هذه الدرجة من التحالف، يعني وكما قلت في البداية وأنا أتفق معك في ذلك، فأن هناك خلافات بين روسيا وإيران في بعض الملفات على غرار الملف السوري، حتى فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية كانت هناك انتقادات في داخل إيران لمستوى التعاون من جانب روسيا مع إيران في بعض الملفات وهكذا. لكن دعيني أقول أن الضغوط التي تتعرض إليها الدولتين ستدفعهم أولا إلى توسيع نطاق التعاون على مستوى مثلا العسكري، ربما إيران تمد روسيا بمزيد من المسيرات وربما مزيد من الصواريخ البالستية، إيران في حاجة بالمقابل إلى تحديث بعض قطاعاتها المسلحة وقدراتها العسكرية، لا سيما فيما يتعلق بسلاح الجو تحديدا، وكانت هناك أحاديث في السابق وتقارير تتحدث عن أن روسيا قد تمد إيران بمقاتلات سوخوي 35 وغيرها في الفترة القادمة. هناك تعاون بين الطرفين في المجال النووي ومحطات بشهر وغيرها، أعتقد سيكون هناك تعاون أكبر على المستوى الاقتصادي. لكن كل هذا التعاون أنا أعتقد يدخل في نطاق توافق المصالح بين إيران وروسيا، الذي يعني أن هناك خلافات بين الطرفين تضع حدودا لإمكانية الحديث عن تأسيس تحالف بين الطرفين سواء سياسي أو أمني في المرحلة القادمة، لا سيما أن هناك تباينات في مواقف موسكو وطهران تجاه بعض الملفات ربما تضع حدودا لهذه العلاقات أو هذا التحالف المفترض. صحيح، على غرار مسألة الوضع في سوريا، دكتور محمد عباس ناجي الخبير في الشؤون الإيرانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، شكرا لك على مشاركتنا النقاش.
الشكر موصول لك دكتور فلاديمير ستينكوف أستاذ العلاقات الدولية في معهد موسكو الحكومي، أيضا على المشاركة في هذا الملف.